جامع الباشا أو ما يعرف سابقاً بجامع الخبازين هو أحد مساجد العراق التراثية والتاريخية، ويقع بين سوق السراجين والخبازين في الموصل القديمة. أنشأه الوزير حسين باشا في العهد العثماني، وأكمل بناءه ابنه الغازي محمد أمين عام 1169 هجرية، ويعتبر هذا الجامع من جوامع الموصل القديمة التي بناها آل الجليلي. للجامع مئذنة عالية أنشأها الغازي محمد أمين باشا، ويمتاز هذا الجامع بطراز عمراني يميز هويته التراثية والتاريخية. وقد تعرض هذا الجامع لأضرار كبيرة إبان الحرب على الإرهاب في الموصل، لكن سرعان ما أعيد إعماره بطرازه العمراني ذاته الذي يحمل بين أقواسه جزءا كبيرا من هوية هذه المدينة. ويرتاد هذا الجامع للصلاة فيه أصحاب المحال في الموصل القديمة بالإضافة إلى المتبضعين من أسواقها، وطريقة بنائه التي تميزه عن غيره من الجوامع جعلت فيه روحانية مختلفة. ويعتز الموصليون كثيرا بهذا الجامع ويعتبرونه صورة من صور التراث والتاريخ في الموصل. الفرش والأقواس هما أبرز تفاصيل العمارة التراثية في هذه المدينة، وأينما وجدت هذه التفاصيل فإنها تحكي عن حقبة من الزمن قد مضت وتذكر بما تبقى من تراث الموصل. خسرت المدينة المئات من المواقع التراثية والأثرية، من بينها جوامع وكنائس مهمة دمرها تنظيم داعش إبان سيطرته على المدينة، وذلك في محاولة لطمس هويتها التراثية والتاريخية. لكن سرعان ما تكاثفت الجهود بعد تحرير الموصل من أجل الحفاظ على ما تبقى من هذه المواقع وإعادة إحياء هذه الهوية التي كادت نينوى بأكملها أن تفتقدها. من ذات المحافظة محمود الجماس، قناة التغيير.